بس دي كمان اوضح. زولين ده اللي سن تاخدي اوضح. خلاص يا محمد. طيب هنأخذ الغرفة. متابعينا الكرام، متابعي المصري اليوم في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، وتغطية جديدة من محافظة الشرقية وتحديدا من قرية الشص البصل التابعة لمركز ومدينة الزقازيق. النهاردة موجودين في منزل الفقيد إلى رحمة مولاه محمد سعيد حسني رحمة الله عليه. محمد شاب كان بيتمتع بالطيبة ودماسة الخلق، يمكن البلد كلها أصحابه الكبير قبل الصغير هنا بيشهد له بالطيبة ودماسة الخلق، ويمكن جنازته ومشهده كان مشهد طيب، الجميع كان بيشهد له يعني شاب كان مجد ومكافح وبيسعى لأكل عيشه وحاصل على دبلوم، وبعد ما انهى دراسته اشتغل في مهنه تجاره الملابس وتفصيل الملابس. يعني محمد كان شاب مكافح رحمه الله عليه، كان محبوب من الجميع. اثناء عودته من عمله كان رفقته شقيقه معاه اخوه غدر بيه محمد، قابله مجموعه من الاشخاص اعتدوا عليه ويعني اطلقوا عليه طلق ناري ادى الى اصابته التي اودت الى حياته. يعني رحمة الله عليه محمد خبر ونبأ وفاته كان بمثابة صدمة نزلت على أفراد الأسرة وأفراد العائلة وجميع أهل القرية كالصاعقة. رحمة الله عليه، نسأل الله العلي العظيم له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. النهاردة معانا أسرة الفقيد إلى رحمة مولاه، حتى لنا على مزيد من التفاصيل يعني بنقدم لهم خالص العزاء. محمد كان أمي، محمد كان حياتي كلها، الناس كلها كانت بتحب حاجة اسمها محمد، الله يرحمك يا محمد يا حبيبي. يا محمد أبويا سني. أه يا محمد، الناس كلها كانت بتدعيلك باسم أبوك يا سني، سيبتني ورحت لمين يا محمد؟ سبت أبوك يا محمد، الغضب بيك يا محمد. شوية بلطجية غدروا بيك يا محمد. محمد كان واخد دبلوم. محمد كان واخد دبلوم. بعد الدبلوم اشتغل معاك. محمد كان بيحب الكورة، كان بيلعب في نادي. وكان ماشي معانا، كان بيجي من التدريب يروح على الدكان بتاعه فاتح له ملابس جاهزة. وعامل جروب ليه والناس كلها كانت بتحبه وبتشتري منه. وراح قدم ورق الجيش. وكان معاده يكشف، يخش يروح معاه في شهر 7. كان طبعا ناوي يخلص جيشه عشان خاطر يعني يامن مستقبله. شيء اكيد. قلت له يا محمد لو طلعت من الجيش هسفرك بره مدينة، عايز تلعب كوره يا محمد اي دوله عربيه. قال لي ماشي يا بابا، نفسي اسافر والعب كوره. قلت له حاضر يا محمد هسفرك يا محمد. كان بيحب الكوره. وكان لعيب محمد. كان حلو. عمر ما راح كان بيجي كده. عمر ما راح يادي ما حد ما كان بيجي من التدريب على على دكان، ومن دكان يجي هنا الساعة 1 بالليل أو 12 وينزل القاهرة يجيب بضاعة ويجي ويروح، ما كانش بينام، كان بيجري وكان بيشتغل وكان نفسه يتجوز. قلت له بشطب لك شقتك يا محمد، خد جبت له الخشب العزاب والله وعند النجار عشان أعمل له عزاب، وأنت جوازك يا محمد عشان لما يخلص من مهمتي جوزت أختك وأخوك وأنت يا محمد وبخلص من ربنا وأنا يا محمد كفيتي على المكنة للنهار. نكفى المكان المنهار عشان انا قدام اخوك واختك. سيبتني يا محمد ورحت فين يا محمد؟ محمد اخو وحيد طبعا. احمد ماشي الا احمد. اخر مره شفتها محمد خليل كان بين المغرب والعصر يوم الخميس. جه خد جلابيه زبون لاخوه. ما كلمنيش، خد الجلابيه. وصل لي كده وخد الجلابيه وركب المكنه ومشي. ما تكلمش. يودعنا ومشي. يا ريت نعرف انه كان بودعني، ما كنتش سبته، كنت رحت جبته بايد. ما كنتش سبتك يا محمد. خد الجلابيه وراح المحل. خد الجلابيه وراح المحل. الساعة عدت 12 12 ونص كده، قلت يا ام احمد اتصل على محمد، شوف الاولاد ما يجوش لي، ايه اللي اخرهم كده؟
مالها احنا بنقفل يا ماما؟ وجاي كان معايا زبون ببيع له من كفر باظة. فما تتأخروش يا حبيبي، قالوا احنا بنقفل واحنا جايين. بعدها بنص ساعة ولا ساعة سمعنا خبر محمد، بيقولوا محمد مضروب بالنار. خد جالي هدومه وقعد في الصالة هنا مستنيه. خدت البنطلون والقميص في ايديا ومشيت في الشارع البسهم. رحت لقيت محمد ابني مرمي مضروب بالرصاص وباصص كده من بره. انت موت يا محمد؟ الناس تقول لي فين الروح؟ قلت لا ابني مات. انا حاسس ان ابني مات. عربية الاسعاف ما جاتش الا بعد ساعتين ولا ساعتين ونص. صفى دم. لما محمد صفى دم. يا دوبك خس في المستشفى قالوا مات. قالوا محمد مات. ومحمد راح منا. وربنا هو اللي هيرحمه. وربنا يغفر له. هو اللي يجيب الحق. وربنا هو اللي بيجيب الحق. هو صاحب الحقوق ربنا مش العباد، ده ربنا هو صاحب الحقوق. انت بتطالب ايه يعني؟ بطالب باعدامهم. اعدام زي ما قتلوا ابني انقتلوا. الاربعه انقتلوا اللي طلعوا على ابني. ربنا ينتقم منكم حق النبي انتوا واهاليكم. ربنا ينتقم منكم يا ابو على حق النبي. محمد ما كانش شهيد. محمد ما كانش شهيد. انا عرفت المشهد كان مشهد طيب يعني. محمد اكنه كان في الحج. اللي شوف منظر محمد يقول كان في الحج. اللي شوف منظر محمد يقول في الحج. هم قوة دوم لله حبيبي. محمد طبعا كان اخر يعني اخر العجوز. كان اخر عنقود. كان اخر واحد كان طلباته مجابة. كان احمد يقول تمدلع محمد. يقول عشان اخر واحد يا حبيبي. وكان هو وانت وهو زي بعض. انتوا الاثنين زي بعض بس محمد يا حبيبي عشان تعبان. ما نقدرش نزعله. ماشي يا محمد. كنت اروح للدكتور اكشف عليه يقول نفسيته تعبانه ليه؟ ماشي يا احمد. اقول له معلش والله ما انا طلباته مجابه. لو طلب ايه ده محمد لعيب كوره وعايز يلعب. وانت لوحدك يعني. كان بيلعب في شن. يعني هو دايما كان يعني معاك في ال كان معايا. يعني كان خفيف الظل كمان. كان معايا وكان محبوب. وطلباته مجابه. اقول له مش نزعله عشان هو اخر واحد ودلعتنا. اخر مره شفتيه انت؟ يوم الخميس كان معايا الصبح راح جاب خروفين اربهم له. انا جبت لك خروفين هتربهم لي؟ قلت له حاضر اربهم لك. هتاكل؟ قال لي لا مش واكل. مش على الدكان هو اخوه بعد الظهر اتصل علي عملت اكل يا ماما؟ قلت اه يا حبيبي. قال طب انا جاي. رجع قال لي انا مش جاي. لقيته جاي بين المغرب والعصر كده. يا ماما انت ما بطلش نوم؟ قلت لها يا حبيبي انا قاعده اهو. شفت الخرفين؟ قلت اه يا حبيبي حلوين. طب انا ماشي. وراحوا مرجحش محمد. اتصلت عليه اخوه اتصل قال لي محمد يا بابا ساب الدكان ومشي. سعد قال لي رن عليه بقول انت فين يا محمد؟ قال لي والله يا ماما في القهوه. التاني كان جاي يودع اصحابه. رايح يودعهم كلهم. جه نشاص ودع اصحابه كلهم وراح كفر باظه ودع اصحابه. وقعد يرن بالتليفون يتصل على اصحابه. الساعه 1 اتصلت عليه الساعه 12 ونص ايه يا محمد اتاخرت ليه؟ قال لي انا بقفل يا ماما وجاي انا واخويا. طب روح يا حبيبي وانت جاي. الساعة 1 بالظبط لقيت ابن اختي بيتصل ويصوت في التليفون الحقيقة خالتي ابنك مات. بقول مين معايا؟ ايه؟ انا ابني انا هشام يا خالتي. محمد مات يا خالتي انضرب بالنار ومات. طلعت اجري زي الهبل على ابني. لقيت ابني مرمي في الارض قدام الصار. لقيت احمد واقف مغرقان في ميته. في اخو فين؟ انا اخويا مات غدروا بيه ومات. ابني مات. محمد طبيعة عمله طبعا هو بيروح المحل وبيجي كل يوم بيمشي بعد الظهر بيجي الساعة 1 بالليل وساعات بباتوا وساعات بيجي الفجر. اكتر شغلهم بالليل. هو بيشتغل ترزي؟ لا ملابس جاهزة. ملابس جاهزة. بس مع اخوه. عشان هما الاثنين واحد احمد ما بيعرفش يسوق مكن. كان هو اللي بيوديه وبيجيبه. يعني بيروح المحل يخلصوا شغلهم يعني. ويجوا هما الاثنين مع بعض. وكنت بروح معاهم. ما كنتش بسيبهم. كنت بقعد لهم في المحلات واقف معاهم وهم بيسلموا شغلهم. هتيجي معايا ماما استلمني الشغل قول اجي لك يا حبيبي اقف معايا. هما الاثنين محلتهم جنب بعض. مش بعيد عن ده. الاثنين في بعض واحد. كنت بقف معاهم طول شهر رمضان ونمشي سوا. وبنيجي في الفجر في الطريق ده. بقى انا 7 سنين ولا اكثر من 7 سنين مش على الطريق. واصلا هم قاعدين عند اهليه هناك. اهليه امي وابويا هناك. وقاعدين مع اخوالهم هناك. وطبيعه الحال يوم الخميس طبعا يعني. يوم الخميس بنودي رزقتهم. يبقى كنا نسرح بقى المصيف. جايب لبس بتاع المصايف وبيبيع. والناس رايحه المصرف رايحين يشتروا مني، الناس رايحين المصرف وبيشتروا مني. ورزق جاي لي بالليل يا ماما. اكتر الناس بيجيوا بالليل. كان بيجي لهم الساعه 1 الساعه 2. تبقى الناس كلها شغاله بالنهار وبيجوا بالليل من شغلهم، بيجوا لهم. بيتصلوا عليهم من ابو حماد. بيقول لي لو يا محمد من ابو حماد؟ قال لي اه يا ماما ده محبوب للناس كلها. يعني زبايله كتير ما شاء الله يعني. كتير. الكل يعني. كتير ده جاي لي واحد من ابو حماد، بيقول لي حبيبي ده جاي من ابو حماد. قال له اسمه بسمعنا في ابو حماد.
ما حدش قال غير السني السن. بقول يا محمد انت بتبيع رخيص لي كده؟ قال لي يا ماما الناس غلابه، الناس غلابه يا ماما، باخد في الطقم 5 جنيه ولا 10 جنيه رضا. رضا يا ماما رضا. بقول له يا ابني حرام عليك، ابن رزقك. قال لي رزقي مش مشكله، المهم الناس يا بابا، انت عارف حاله الناس عامله ازاي. وروح مصر، الناس كلها في مصر حباها، مش مسميني غير السني السني السني. يعني رقم صغير سنه لكن هو برضه كان محبوب، محبوب للعالم وصاحبه. كان معاه قبلها بدقيقه وسابه على الكفر في اول كفر باص. ابني لو شيء مش هاجي من المستشفى، لا العالم كلها واقفه له. يعني مشهده ما شاء الله كان مشهد طيب. الناس كلها كانت جيت لي اتحصرت، قلت كل دول واقفين لك يا حبيبي، انت مش شين عشان الناس مش توقف. ابني صلوا عليه بره، ما لحقش يصلوا عليه في الجامع. محمد ابني مش شين. اتمنى بقول حسب الله ونعم الوكيل، في اغدر فيك يا حبيبي، اتغدر فيه. اتغدر فيك زي ما اتغدرت فيهم كده. بتطالب يا حبيبي؟ اطالب، اطالب باعدامهم. واهلهم يتحرموا منهم زي ما حرموني من غالي. انت صح؟ صح هو؟ اي حد بيعوز حاجه كان بيديها له هدوء من غير فلوس. كان ما كانش يزعل حد، ما كانش حد يمشي من عنده زعلان. دايما كان بيهزر مع الكبير والصغير كله. مش بقى الابتسامه دايما كانت في وشه، كانت احلى ابتسامه. ابتسامته كنتش بسيبه ولا كنا بنسيب بعض، كنا مع بعض على طول. فرح. انت كنت معايا اخر مره كنت معايا انت؟ اخر مره كنت معاه قبل ما يموت بدقيقتين. تركب معاه، قال لي تعال تعال معايا. قلت له لا انا عاوز اروح مصر. قلت له لا مش هروح. قال لي خلاص مش هروح عشان انت مش راضي. هتجنن كل حاجه. سابني ومشي. قال لي هجي لك، ود اخويا وهرجع. راح مش رجع لي. دقيقتين اللي سبتهم فيه مودعني، وانا كنت سايبه مش بسيبه. كنا متغدين سوا واكلين سوا. قبل ما يموت برضه واكلين ايس كريم. كان راجل يعني؟ لا كان راجل. كان راجل وكان كانش من محله ولا بيته، ولا بيروح يسهر مع دي ولا مصاحب حد ولا بيسهر مع دي ولا الكلام ده. مش بيسيب حد. بما انك طبعا شقيقه وكنت معاه في الواقعه، يعني انا عايزك تقول لي انتوا اخر حاجه بعد ما قفلتوا وخلصتوا ايه اللي حصل يعني؟ شغلنا وبقينا الشغل. محمد باع شغله كان كفرزه وكل حاجه، وقلنا لا احنا عشان نمشي. قال يلا خدنا بعضنا ومشينا. الطريق ده احنا جينا 7 سنين نمشي منه، عمره ما شفنا حاجه وحشه على الطريق ده. مشينا في مات الله، دخلنا الطريق اول دخله فيها عشه، لقينا اتنين طالعين، واحد معاه خرطوشه وواحد ماسك مطوه. انزل انزل انزل، ولقيت واحد اتنين جايين ورا بالمكنه. انزل خبطونا. انزلوا انزلوا انزلوا. نزلنا طلع الفلوس، حاط واحد حاط المطوه على رقبتي والتاني حاط خرطوشه على راسه، واتنين دول خدوا محمد. طلع الفلوس اللي في جيبك، طلع الفلوس اللي في جيبك والتليفون. اديتهم كل حاجه اللي في جيبه والتليفون. راحوا لمحمد، افتح المكنه، افتح المكنه والتليفون. محمد اخويا بقى بصوته عالي قال له خد مفتاح المكنه بس، قلنا نعيق ايه في حنا. يوم في اتنين شهداء سمعوا الصوت يوم يجروا. شهود يعني الناس اللي شافوا الواقع. سمعوا الصوت يوم يجروا، محمد وفارس يوم يجروا. فما جريانهم مسكوا واحد كان ماسك المطوه، نزلوا فوق ضرب. محمد اخويا لما ضربت النقطه على المكنه في وش اللي قتل محمد، قال انا عرفتك انا عرفتك انا عرفتك. ضرب محمد بالنار في بطنه. يعني لما محمد اتعرف عليه ضرب بالنار. محمد اللي تعور الشاهد كان اتعرف على شخص تاني منهم. والتين دوكم كانوا مثبتين. ما ضربت النار سمعت المنطقه كلها اتلمت، كفربازه والشيخ والمنطقه حوالينا كلها اتلمت. يوم يجروا اللي عمل لو الدنيا اتلمت، حاطين خرطوشه كده في وشي، لو اتحركنا نضربك، لو اتحركنا نضربك. انا يعني كله في دماغي الطلقه دي في السماء مش في دماغي في محمد. لقيت محمد اخويا بيقول الحقني انا بموت، الحقني انا بموت، لا تجي على محمد اخويا. لقيت النار مع الارض بتصفى في دمه. حسب الله انا وكيل فيهم. محمد اخويا كان بيحب الكوره، مش بسيبه، كنت بجري بيه في النوادي كلها، بلف بيه حته حته، العب بسيه، صلاح سالم، مدينه نصر، كل حته كان بلف بيها انا وهو، مش بسيبه. كان محمد اخويا كان بخلص النادي بغشتاش التركي بتاع السفر تركيا، ما حصلش نصيب. بعد كده راحوا بروسيا، نجح في بروسيا،
حصل قالوا عايزين فلوس، قال لا ما تدفعش فلوس، انا بلعب كوره مش هدفع فلوس. اه راح المجاونين العرب شافوه راح عندها كتير يعني، راح لف ما سكتش، كنت بجري معاه ما سيبوش، نفسي اشوفه بيلعب كوره زي الناس بتلعب، عايز تحقق له امل، كنت نفسي قال عايز اسافر، قلت له انا هشوف لك حاجه طلعك من الجيش، كنا بنجري عشان طلعوا من الجيش عشان يسافر، كنت شايفينه سفريات بره كتير السعوديه والامارات عشان تلعب كوره. اوه كان بيحب الكوره، كان محمد اخوي كان يروح الكوره كل يومين، كل يوم يروح الكوره يجيب بضاعه، كان يجيب بضاعه النهارده تخلص ثاني يوم، كان يشيل بضاعه بتقعد، كان بيلم الناس حواليه، حابب الناس فيه ايديه وايديه وايديه، اللي عايز اللي معاه اللي معاه 200 جنيه ماشي ادفع 200 جنيه وما تيجي الباقي في اي وقت هات وعادي، ما كانش يبقى عمره ما حرم حد من حاجه ولا عمره قال لحد لا، اللي معاك ادفعه واللي مش معاك عادي خده وبعد كده هات. كنا كويسين مع الناس كلها هناك، مع الناس كلها، مع الغريب والغريب كله، جينا ناس من ابو حماد، جينا ناس من عمريد، جينا ناس من بحطيط، جينا ناس من بلبيس، جينا ناس من القاهره، جينا ناس من كل حته، بيجي لنا ناس من السمعه، في ناس من بردين بيجي له، نجيب بردين فيها كل حاجه، ناس بتجي له من بردين، ناس بتجي له من شاص برضه، كانش حد بيسيبه ولا كان بيسيب حد. كنا قاعدين انا وهو قبل الحادثه بساعتين بساعه بناكل جيلاتي وبنضحك ونهزر كلنا في الشارع، وعاملين مشغلين اغاني وعاملين هيص، الولاد كانوا رايحين مصيف، كان بياخد لبس عمال يرقصوا ويبصوا في ايه ويحضنوا في ايه، وعمال عمره ما حرم حد من حاجه، اللي عايز فلوس يستلف في الدينه كانش ليه، كان لغيره، عايز فلوس يستلف من الدينه وعايز اي حاجه من اديها له، عمره قال لا، عمره ما غسر مع حد، وعمره ما قال لحد لا، الناس كلها في المنطقه بتحبه، ولا عمره عمل مشكله بحد، لو زعل واحد تاني يوم يروح يصالحه، يعني عمره ما زعل حد ولا عمره مضايق حد ولا عمره في الدنيا دي حد قال محمد اخوك وحش وجبت سيره محمد في حاجه غلط. اللي قتل محمد اخويا زبون كان بياخد لبس معناه من المحل لازم معه. يعني طب انتوا دلوقتي يعني انتوا قعدتكم طبعا بيبقى معاكم فلوس يوم الخميس. كل خميس بنلم الجرايد بتاعنا اللي بره، هم عارفين الفلوس في جيب انا. الاثنين دول اول ما خشوا خش عليا انا قالت الفلوس اللي في جيبك انت. وراحوا لمحمد قالت المفتاح المكنه عشان عارفين محمد بيسوق المكنه مش انا. قالت المفتاح المكنه والمحفظه والتليفون اللي معاه. محمد بتقول لهم بصوت عالي، الناس ما سمعت جامد المعركه. جامد المعركه. طيب وطالب الاعدام بالحق. يعني واحد المتهمين ده كان عارف المكان وعارف المكان. انا عارف اكتر بيخش يشتري بضاعه بس دوكو ما اعرفهمش بصراحه، ما اعرفهمش ولا عمري شفتهم. يعني متابعينا الكرام، متابعي المصري اليوم في كل مكان، دي كانت متابعه من هنا من قريه انشاص البصل التابعه لمركز الزقازيق في محافظه الشرقيه، واحنا بنقدم خالص العزاء والمواساه لاسره الفقيد الراحل الشاب المجد المكافح محمد سعيد حسني، شاب عنده 20 سنه كان بيكافح وكان بيساعد والده في المعيشه وكان نفسه يفرح، كان زي اي شاب، لكن اتغدر به واطلق عليه احد الاشخاص عيار ناري رفقه ثلاثه اخرين على حسب روايه الاسره، واردوه قتيلا وتم تشييع جثمانه في جنازه شعبيه مهيبه، جميع اهالي البلد ويمكن القرى المجاوره كانوا بيشاركوا في تشييع جثمانه الى مسواه الاخير. الاسره بتطالب بالقصاص، يمكن طبعا دي جنازه محمد كان مشهده مشهد طيب رحمه الله عليه. نسأل الله العلي العظيم له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. دي كانت متابعة مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.